اهلا بكم من جديد من اسحار الجمال رايعة عبد الرحمن الرياح، والى اسحار جمال اخرى في ذات المساحه، اغنيات وفن. كنا قد تحدثنا في بدايه هذه الحلقه باننا نملك مفاجاه ونهديكم مفاجاه في المساحه الثانيه من ظلال اصيل. اسعد جدا بان اقدم لكم في هذه المساحه الفنان الكبير عبد البكري. حبابك عشره، منورنا في قناه الشروق. اهلا بكم في قناه الشروق، وانا سعيد جدا بهذه السانحه الجميله التي جعلتنا نلتقي. حبابك نحييك في البداية، ونحيي إسماعيل حويرس مدير أعمالك الذي سهل مهمة التواصل بيننا وبينك. وفي البداية عبد البكري، خلينا نقف كده بعد فترة ليست بالقصيرة من أدائك لعدد من الأعمال، كيف بتقيم مسيرتك الفنية؟ والله المسيرة الفنية طبعا بتقيم على حسب وهج الساحة، يعني انت بتغني الأغنية، لو الناس تفاعلت بتشوف أنه حركة الناس فعلا والإقبال وبرضو الطلب في بيوت المناسبات بيكتر، يعني ده التقييم يعني من قبلي أنا، يعني برأى أنه في قبول يعني. جميل. أنا أقصد مسيرتك الفنية ككل، أنت ما شاء الله يعني قدمت عدد من الأغنيات منذ فترة إصدار الكاسيت، وكان نجاح الفنان بيقاس بتوزيع أشرطة الكاسيت. أيوة. الآن في فترة ما فيها أشرطة كاسيت، لكن أعتقد أنت ذاته بين الفترة والتانية بتجد تقييم تجربتك الفنية، تقول يا أخي والله أنا الفترة دي محتاج أعمل أغنيات جديدة، الفترة دي محتاج أعمل حفل جماهيري، الفترة دي محتاج أبعد عن الإعلام، الفترة دي محتاج أعمل. فكيف أنت بتقيم التجربة بين كل حين وحين؟ والله طبعا زي ما ذكرت لك أنه نحن هو بيكون في إقبال، إقبال من المستمع، إقبال من الحفلات بتاعت الشباك، يعني أنت بتعرف أنك أنت مثلا هل في ركود ولا في زيادة. فتعاملك مع الجمهور من خلال بيوت المناسبات أو الإعلام أو حفلات الدخل، لو في تبتر أنك أنت ماشي لقدام أو ماشي لورا. جميل. نحن قبل ما نواصل في حوارنا، خلينا نهدي كل المشاهدين وكل جمهورك أغنية. نفتتح بشنو؟ أنا حغني نغين فايك يا مزين دواي المساح طبعا، وبحي أسرتي من هذا المنبر، وبقدم أغنية نغين فايك يا مزين دواي شفايا اللي بيجبر قواي. جميل. I'm gonna make it.
بدر محيك وشعرك يكليل يمين حصرك من العليل تجرد في أعضاك قليل قديل حبك ودمعي الدليل الليل عبد البكري على هذه الافتتاحية. وخلينا نمشي لمحورنا القادم مباشرة هو المديح وتأثيره في تجربة عبد البكري سواء كان بالسماع أو بالآداء أو بالغنى. والله أنا طبعا بحب الروحانيات دي جدا يعني بالذات المديح. يعني أنا أبوي طبعا راجل مولانا الشيخ محمد البكري راجل صوفي من أحفاد الشيخ عبد الباقي المكاشفي, فتأثرت دائما بالإيقاعات القوية بتاعت النوبة والطارة والجرس. ومن هذا المنطلق يعني بنحيي مسجد أبونا الشيخ نورين علي حبيب بقرية ربك الحلة الجديدة, فضيلة أخونا الشيخ عبد الباقي الخليفة وشيخ الجيلي وكل أحفاد الشيخ. وأنا المديح طبعا يعني بأثر فيني شديد يعني حاولت مدحت كثير أنا لكن ما عملت تجربة بتاعت كاسيت في المديح. كيف عملت؟ أظن 3 كاسيت مديح. مديح أيوة. جميل. برضو عندك تجربة في الدوبيت مش كده؟ في الدوبيت عملت شريطين برضو. شريطين جميل. طيب سؤالنا على الكاسيت ده عبد البكري يعني بيقودني لسؤال مهم خالص جدا, وهو تجربة الكاسيت كان مقياس نجاح الفنان من خلال توزيعه لعدد من الأشرطة, والآن أصبح طبعا الـ MP3 والسوشيال ميديا. كيف بتنظر لانتشار الأغنيات في الوقت الحالي؟ وأعتقد عندك رأي واضح برضو في مسألة المقارنة ما بين الـ MP3 والكاسيت. والله طبعا كان الكاسيت طبعا هو ماخذ دور قوي جدا في التسويق, وحتى ناس الشركات ذاتهم زول فنان ما بنتج معهم بيزنس ما بسجله له يعني. فأنا أتذكر عامل 30 ماستر 30 ماستر دي غنى, وكل سنة أنا بنزل شريطين يعني يعني ممكن أنت في السنة تنزل يعني ممكن تكون 3 شرايط. فدي معناه أنه في حركة بتاعت إقبال من الجمهور يعني. فكنا نشيطين يعني, لكن هسه طبعا ما بنقدر ننتج ليه لأنه ما في مصلحة من ذلك يعني إلا هو الحفلات بس. لكن كان الكاسيت بيقودني للتجديد يعني, لأنه بتاع الشركة بيقول لك أنا داير الجديد. طيب الـ MP3 أنت هل شايف أنه ساهم في انتشار الغنى ولا حد من انتشاره؟ والله MP3 يمكن يكون ساهم هو
في استهلاك الفنان يعني. الناس بيجا متاح يسمعوا فيها. متاح ممكن يجيب لهم بسري يسجل فيه 100 اغنيه. لكن الشريط كان بيحمل 4 اغنيات او 5 اغنيات. فارهقنا يعني لما بيصير ارهقنا وقلل الاقتصادياتنا يعني. جميل. طيب برضو نتكلم عن مدى البكري، هل بتصنف نفسك فنان مناسبات ولا فنان حفلات؟ حفلات اقصد حفلات جماهيريه يعني. والله نحن كنا في البدايه يعني الناس طبعا هي الناس ذاتها الجديد دائما مرغوب. لما نحن كنا جدد يعني بعد تقول انا اتذكر مشيت كم رحله فنيه مع كبار الفنانين من الاتحاد. فانا كنت النجم يعني نجم الجوله يعني. وما زلت هسي للناس اللي ممكن يكون ما شافوا ود البكري. لكن اما الحفلات دي احنا سياده والساحه احنا سياده ما زلنا يعني. هسه انا بكره الصباح ماشي حفله في المقينص وماشي حفله في كادوغلي وماشي حفله في دنقله وسفري كله عبر الغارات يعني. جميل. طيب خلينا نختار لحن ثاني نسمع شنو؟ نسمع ثاني دايره سافر انا عاوز اقوم. الاغنيه طبعا استلمت ثاني من اخونا مجذوبون سو بحيو من هنا وهي بغاع السيره. جميل. بهديها لكل احبابي يعني اخونا عبد الباقي صافي الدين عمدة البزعة ولكل من يسمع ود البكر. يسمع. زي مسايني ليل الطويل يا
البكري على هذا الاختيار، وده بيقودنا لسؤالنا القادم مباشرة، وهو اختيار لأغنيات الكردفان والأغنيات التي تحمل طابع التراثي والمفردات زي الأغنية اللي سمعناها قبل شوية. والله نحن طبعا الواحد أنا يعني الواحد بتمشي أنا بسافر في الأغاليم كثير، فمن خلال رغبة الجمهور ومن تعايش المنطقة ذاتها والبيئة ومن حولك سواء كان من طيور او من مناطق طبيعيه، فانت بتستشف يعني هذا دايره شنو؟ يعني ما زي ناس العاصمه. ناس العاصمه هنا كلهم مثلا في بوتقه واحده يعني، لكن العاصمه برضه لامه مش كده؟ فيها ناس الاقاليم من كل الجهات. ما المبدعين كمان ما بيطلعوا برا كثير، ناسنا في العاصمه هنا نحن بنطلع، نحن بنجيب الاقاليم. يعني هسه انا زي ما ذكرت لك هسه من بكره انا حمشي يمكن اجي بعد اسبوع. كلها جوله في الاقاليم، وهناك السحنات ذاتها بتختلف. سحنات البشريه في ناس دايره سيره، في ناس دايره تمتم، في ناس دايره يعني انا بمر بمختلف البيئه يعني حتى. طيب الاختلاف ذاتي ود البكري، خليني اسالك من الايقاعات اللي انت غنيت بها. أيوة في اغنياتك. ايوه، فانا بعتمد دائما على ايقاع السيره لانه قوي، والمنطقه ما بين النيل الابيض والجزيره والشمال والجنوب عندهم ايقاع السيره سايد في المنطقه دي. اما ايقاع التمتم والمردوم فدل من كردفان وشو يعني. فالايقاعات نحن دائما حافظين ناس وين يعني ايقاعات ذات حافظ. جميل، ده اعتقد ذكاء فني لازم الفنان يكون متعبه. ايوه عشان يعرف الجهه اللي هو ماشي ليها. عندها يا تيقاع ويغني بهم. ايوه
ده بيقودنا لسؤالنا الجاي وهو يا ود البكري تجوالك في الولايات. أيوة. مختلف المناطق في الولايات. أيوة. كيف استفدت منه في مسيرتك الفنية؟ والله استفدت الكثير طبعا. استفدت أنا أنه قلت لك الخبرة أنك أنت أنا مثلا ماشي حفلة مثلا في عباسية تقلي الناس هناك إيقاعهم مثلا سيرة خفيفة سيرة خفيفة جدا. مثلا داير امشي اغني حفله في غرب كردفان من النهود ورا فدل برضو ايقاع المردوم عندهم والجراري. داير اغني سيره هنا في حفله في الجزيره عندهم ايقاع السيره الثابت. داير اغني حفله في شماليه عندهم اغاني الصوت الحماس والجلد. فقدرت يعني اتفحص الحاجه اللي ممكن يدور الجمهور. يعني انا ممكن امشي شمال الجزيره أو شمال كردفان وغني أغنية عاصمية خالص ما بعيشوا دارين النمط اللي بيحمل عادتهم وتقاليدهم وتراثهم. يعني ممكن أغني لهم مثلا من عبد الكريم شقم صنيطة وقفة قال لي بدور سلام عقب الحفيرة ولفة فالعظم ما فيها حفير يعني ها من عبد الكريم. يعني بتختار المفردات والأغنيات والإيقاعات بناء على المنطقة اللي أنت تمشي لها. والشعراء ذاتهم من هنا حي أخونا بكر سر الختم يعني له دور كبير في أشعاري وبحيي كل الشعراء الذين تعاملوا طيب معنا. دي فرصة ذاته نذكر ما تتذكر من شعر وملحن إذا عملت مع منو من الملحنين؟ عملت مع صادق الياس في أغنية عمري اللي باقي. إذا عملت مع أخونا التجاني التوم في كردفان بلدي. وإذا عملت مع أخونا بشير من تندلتي. وإذا عملت مع عدة شعراء يعني بيحملوا كلمة. وأخونا بكر سر الختم. بتلحن براك؟ بلحن براي. معظم ألحاني براي. ما عدا أغنية لأخونا الفنان الشاعر الكبير أخونا الأمين عبد الغفار يديني برضو أغنية كردفان دور قاصد الغرة. عملت برضو مع أخواننا الفنانين في بعض أعمالهم حتى هو لو شاف أن الأغنية بتناسب عليها بيديها الفنان الثاني. طيب دي برضو أعتقد حتى المفروض نجيب فيها التعاون بين الفنانين كونك تغني ألحان فنان تاني أو أنت تلحن لفنان تاني. أيوة. دي برضو المفروض نجيب فيها يعني أعتقد التجربة دي كانت سائدة. صلاح من البادية لحن للأمين عبد الغفار. أيوة أيوة. والأمين لحن ليك أنت. أنا. هل أنت لحنت لفنانين شباب أو في فكرة زي دي؟ والله أنا أديت فنانين يعني في الشباب هسي حاليا أعمال لكن لسه ما وصلوا لكن برضو قاعد بتعامل معي بعض الفنانين الصغار. جميل. وديت فهيمة قبل كده أحمد عشال بيتات غنتها وديت يعني فنانين كثر يعني. جميل. نختار لحن تاني حنغني شنو؟ والله حغني كيف انا عليك يا حبيبي تسلاني اغنية لاخونا الطيب عبد الله انا سمعتها منه بهديها برضو لزوجات عواطف واسمهان لمدينة ربك ولاخونا الحويرس ولأسرة اخونا ادم عيسى مثلا يريك بربك برضو. جميل نسمع. Thank you.
ما بنينا وشيتنا معاني دنيانا كانت ريت وعباني حال الجزيل بيتنا ورجع خلت ياكي شبابي خلفاني اختيار. والاغنيات الجديده عبد البكري، ما هي اخر اغنيات عندك؟ والله اخر اغنيتي اغنيه لاخونا الشاعر مكاوي عبد المولى من مدينه كوستي اللي هي اغنيه باسم كوستي، كوستي الجميله، كوستي الغاليه وفريده، وانا بحييه من هنا. والاعمال كثر يعني برضو جميل. طيب بنسالك كيف بتختار الاشعار المفروض تغنيها؟ والله شفت الحاجة لو ما سيطرت على مشاعرك وحاسيسك كتاب تقدر تغني، يعني هسه لو جابوا لك أكلة ما بتريدها ما حتاكلها. يبقى النص لازم تحس إنه أنت أول تحسه. أيوة. تحسه ولا بتجامل، بالذات الموسيقى اللي شفتها ما يعني كان جاملت فيها ما بتمشي ذات اللي قدام. هل ده معناه إنه إذا عرضت لك أعمال كثيرة ورفضتها؟ في اليوم بتعطر لي 5-6 أعمال وبشرح فيها وبشوفها، حتى يعني أنا وداري أعرف إنها هي مثلا ماشية في الجمهور، في أثناء دندنتك باب العود لو حولك 5-6 قاموا بها شايلينها في خشومهم هي ماشيه، لكن حولك ده ما جاب لها خبر معناتها انساها في محلها. طيب خلينا ده يقودنا لمساله التلحين ذاته، انت بتلحن مراحل تلحين الاغنيه بتاخذ معك كم؟ بتلحنها كيف؟ والله هي الاغنيه ذاتها بعد الشاعر بكتبها بنفس معين. يعني في شاعر صادق في كلماته، مرات بنلقى اللحن مجسد في الاغنيه ذاتها. اول ما تقرا الكلام تحس انها ملحن. تحس انها ملحن وفي شعر يعني بجرس معين يعني موزون مغفى صح، التجانس بتاع اخر الغافية من غافية لغافية، التنقل يعني يعني دائما الغافية بعد تكون واحدة بتحكمك. واللحن انت ميال لي نوع من الشعر؟ والله انا بحب الشعر الكلي رباعية براها. كل اربع ابيات تعبر عن معنى معين بغافية معينة هاي. والقصيدة ذاتها لو كانت مجسدة في نمط واحد برضو بميل لها. بعد ذاك انت بتلحن كيف؟ يعني انت مثلا في اغنية تلحنها ويا ما شعرت ذاك لها، وفي اغنية تلوكا كده 3 سنة ما تطلع منك. عندك نماذج كثيرة زي دي؟ ايوه. فغير كده يعني لو حاولت تجامل بتفشل. فبرضه يعني عندي هسه قصيدة جديدة لاخونا بشير بيكا من مدني، بحييه من هنا. بتقول انت من مدني، انت من ربك الحنونة ولا فرعك من كنانة. المهم القصيدة في الفرن هسه حتطلع قريب ان شاء الله. ان شاء الله نسمع بها قريب. نختار اغنيه ثانيه. انا حنغني قلبي يا طيب من الاعمال لاخونا الشاعر شجرادي. جميل. وايضا برضه اللي هي لاخونا الشاعر كدكي من حيوم. من حيوم. حيوم. الشاعر كدكي بحيوه كما تعاملت معه من زمن يعني. لو التحيه على الشاعر كدكي يعني.
حبابك نسمع. قدر ما قولت من البنات والساهر عبلي في الرني بعد المنام بطراهم حرات العيون الما بنبقى براهم الله بنذكر ستاتنا ما بننساهم برق القبلة الليلة كتر خبط خل العاشقين فوق الفراش ما يسبتو الزول اعمل حسابه أولى ليه استرتو وما يشعب للحاجة بقت ما قدرتو غابات شرق القضارب بعد شرق القضارب عربان نزلوا حالية اتملت حفايره فوق انقوقة القمرية ويد الدر لف العلو باكرية في سرجم بصر كرمه حوية عصرا بدري دلوا الشيل وطلبوا الراحة في نص الخريف لقولوا محل براحة شالت امرويك زادت للطبيعة سماحة غطوا كجروا خايفين تجي وزيفة النفاحة قلبي يا طيب الطيب لك زمن عيان تمام طيب يا قلبي طيب الطيب لك زمن عيان انت ما طيب يا قلبي انسى يا قلبي والنساء سيبه واسأل الماضي تاني ما نحن بنصيبه يا قلبي انت مع الطيب عاوز اقول داري انت عاوز اقول
ما بسكن يا قلبي انت ما تطيب. شكرا على هذا القلب الطيب وشكرا على الأداء الرائع وهذه المساحة اللحنية الجميلة. والغنيات الجديدة بتقدمها وين يا عبد البكري؟ والله طبعا احنا في الواحد طبعا عنده مكان بروفه كده سواء كان في الاتحاد او في البيت تعمل ورشة عمل كده للعازفين ومرات الحاجة السمحة دي العازفين ذات لهم احساس يعني شفت العازفين ديل ناس يعني زواغين عشان كده خلينا من هنا نحيي الفرقة الموسيقية المصاحبة يعني. أخونا يا أخي كتر خيركم وشكرا وإن شاء الله دائما زايدين في العطاء. فهم طبعا مرات الأغنية بيغنيها في المسرح ممكن يكون ما سمعوها لكن طبعا أنا دي الزكيين يعني حتى بيعرفوك حتى اللزمة لو كانت ما خطيتها هم بيخطوها لك ونحن كلنا في الهواء سوا يعني يعني لازم يكون في انسجام بين الفرقة والمؤدي. فلو كنت فنان صادق أنت ما بتطلع برا المجرى لو أساسا لو أنت كنت ما فنان فهم ما بعيشوا يعني الشغل بيكون معه. انت الغنى الجديد بتقدمه في الحفلات ولا في التلفزيون ولا الانجليزي ولا الغنى الجديد ده مرات على حسب النشوه يعني ممكن انا اكون الفرقه عجبتني والاغاء عجبني اخش لهم في الاغنيه مباشره وده شغلهم هم يعني فطوالي بيكون وراك. جميل خلينا نتكلم عن المشاركات الداخليه والخارجيه مشاركاتك سواء كان في مهرجانات منتديات في حفلات خيريه تقام او حتى على مستوى المشاركات الاقليميه يعني برا البلد. والله أنا شاركت طبعاً قبل كده في لبنان شاركت في لبنان في الجالية السودانية هناك عن طريق السفارة فقالوا دارين ود البكري لأن ود البكري حتى أنا سألت بعض المحللين هناك قال هاي تبتحمل لنا عند الناس هنا وكلهم من العاصمة فيهم ريحة الريف والقدح والصوت والشجاعة والكرم يعني نحن ما دايما نجيب مثلاً اخترنا ود البكري لأنه نحن يعني ما كلنا من العاصمة جميل. فدائما لان تبع تحمل مواد مختلفه بتمشي يعني الصفرة لو جابها لك فيها صحن واحد ما اظن فانا يعني عملت التنوع ده تنوع يعني جميل يعني احنا الله يسعدنا بك يا عبد البكري وبهداءاتك اللحنيه الجميله رغم ضيق المساحه كتر خيرك وشاكرين لاستجابتك لحضورك لضلال الاصيل. حتختم لنا بشنو؟ والله حختم لكم باغنيه كده كردفان بلدي لاخونا التجاني التوم وبحيي برضو من هذه المكانة وتحياتي أيضا
أسرة الشروق يعني. جميل. بحييهم من هنا وهم ناس ما شاء الله يعني برضو يفتشوا للجديد. جميل. نحن كذلك نحيي كل سادة المشاهدين الذين تابعوا هذا اللقاء اليوم. أتمنى أن نكون قد قدمنا ولو جزءا صغيرا مما يرضي طموحكم. كذلك الإهداء إلى الأستاذ إسماعيل حارس مدير أعمال الأستاذ ود البكري لتيسير هذه المساحة من التواصل. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء. حسنك شوقك الحراك بكرم.